أنا اسمي سليم، كنت عايش بقرية كتير حلوة، وفي يوم من الأيام كل شي تغير، صار حرب بالقرية، وخسرت أكتر حد بحبه، أبوي. أنت ليه جبتينا هون؟ ما بدي أضل بهذا المحل، ما بدي أروح أي محل. أي خلص عاد، أنا مشتاق لبيتي القديم، مشتاق لأبوي كتير. أنت سليم ابن المرحوم مراد، مزبوط؟ تذكرت أصحابي وتذكرت كل اللي صار معنا، كنت بخاف، وكل ما برجع أفكر بهذاك اليوم بصير بطني بوجعني. أنا كل ما أشوف ورقة الامتحان بصير بطني يوجعني. هاي شكلها ورقة مهمة، إيش فيها؟ خطة البحث عن الكنز رسمياً بدأ، وهيك رح نسبقهم للكنز. كل المدرسة رح تضحك عليه، فكرناك ما رح تيجي. سليم ساعدني. شو هالضحكة هاي؟ طلع عنده أسنان. شو رأيك أسليك بهالقصة؟ ما بدنا يصير فينا زي البنت اللي بالقصة، إنه نراقب الدنيا حوالينا من دون ما نستمتع فيها. طريقها طويل وشوي صعب، بس في أغلب الأوقات الدرب الصعب بيوصلنا لمكان حلو. وانت يا سليم راح تتعلم تصير أقوى، أنا متأكد من هالشي.